السياسة. أنا عزيزي المستمع صديقتي المستمعة كما قال سيادته مانيش منهم وما نجمش نكون منهم، مانيش منهم وقلت ألف مرة. أنا لم أهلل لأي كان في أي زمان كان ولا في أي مكان كان، لم أدر لساني في فمي لا 7 ولا 17 ولا 14 ولا 25 مرة قبل انتقاد أي كان مهما كان. وديجا مستغرب كيف المنظومة القديمة هذيك ما تقلقتش مني ولا شكات بيا ولا شكات بسيغازي الشواشي. الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية قلنا رانا رافضين المشهد ما قبل 25 وسنسعى مبادراتنا الكلة ومحاولاتنا وعملنا المشترك في اتجاه عدم العودة لما قبل 25، ولكن لا يمكن أن نحافظ على الوضع الحالي ونعتبر الوضع الحالي أخطر من الوضع اللي كنا فيه قبل ما كانش غازي شواشي يتحاك، وقبل ما كانش غازي شواشي يمنع من التظاهر، وقبل ما كانش غازي شواشي يمنع من السفر. ما تكبرش الموضوع يا سي غازي، سي عبيد البريكي قال لك عادي تصير في الطريق. غازي شواشي اللي هو يحاكم من أجل التصريحات مثلا، هذه معناتها مسائل تصير في الطريق ربما تعطل. لكن وطبعا أنا لست ممن استمعتم إلى أصواتهم التبريرية وقت قاعد غازي شواشي يحكي. وقبل ما كانش ابن وبنت غازي شواشي، انا نذكر في نفسي بياسير هذا ما نسمعكمش هكا يفضل شكونوا غير يمنعوا من التنقل من السفر. محكمات الرأي وصلنا للغزالات، انا اعطيني الوصف اعطيني. فانا لم اهلل ولم اطبل يوما لا للنهضه ولا لسنابيل ولا ليوسف، وصرت اليوم اشتمهم واشتم باراشوكاتهم بحثا عن عذريه اعلاميه جديده. ابدا لست بذاك الذكاء. انا يا صديقي علاقتي بالسياسه كما علاقتي سيادته بالواقع والانجاز وبالقانون الدستوري، علاقتي بها اي السياسه كعلاقه والي مدنين بالمسؤوليه واحترام العائلات المكلومه في جرجيس. كنا كنت في مكانك والي كنت اترحم على المفقودين قبل كل شيء. الامل الكبير في ربي أي. الامل الكبير في ربي انهم يلازلوا على قيد الحياه. شوف سي معز، انا تتفتح بلاتوات بالطريقه هذه وبالمستوى هذا ما يشرفوش واحد. من فضلك من فضلك. شكرا لك سيد والي. شكرا لك سيد والي. سيد والي سعيد بن زايد والي. والله حتى انا ما يشرفنيش. شكرا شكرا. وكعلاقة وزير النقل بالاتصال والكفاءة. سؤال خارج إطار المعرض. خارج إطار المعرض مجاوب شعر. نستغلوا في فرصة مجتمع بحثينا. نستغلوا فرصة بحثية. أسأل سؤالك وأنا نجم نجاوبك. وكعلاقة والي بن زارت ورئيس بلديتها بالرصانة والجدية، تخيلوا يتعاركوا بالمراسلات على تزويق مدخل مدينة بن زارت تحذيرا لزيارة سيادتو. الوالي يحب يزاركش ورئيس البلدية قالوا لا، المواطنين راسلوني ويحبوا سيادتو يرى المدينة على حقيقتها والحل. سيد الوالي ساهل، ذكرتك السيد نتاع الخوخة عصال ب 700 ما من سوق بن زارت هذاك. 700 تباع 700 رقوق. النصبة هذيك النصبة العسل حطوها في مدخل مدينة بن زارت، ريت الحل موجود. أما أنت شد الصحيح باش تخرج تصويرة مخالفة للواقع. كنت لا الحق عنا ولات عسل وزراء. وفما وزراء فما وزراء للأسف اللي هربت بيهم فرس، هربت بيهم فرس. الكلام على مسؤوليتك. على مسؤوليتي. فما وزراء هربت بيهم فرس، فما وزير وقت اللي لقى روحه اليوم اصبح وزير ببرستيج وبكرهبته وهيك وهيك وهيك، ولا يقول لك علاش ما نكونش رئيس حكومه زاده. يا سرحان الناصري يهديك، اختار المشاكل. لا بطابط حطيتي ماكل فرس ويجا معايا. انا وياك علاقتنا بالسياسه راهو كيف علاقه ضيفنا المحترم الاميرال الغالي كمال العكروت بال وراهو ضيعنا ياسر وقت، والوقت عامل وقت مهم جدا. مش بالوقت، مش بالوقت، بالراب. وانا نعيش بالطالبان، وقتي يجري اللي نسيت نعيش انسان، وقتي يجري وانا سويع في كاريان. صا معبر جدا الراب علينا ولا حال بلاد اللي فيه في غيبوبه، بلاد الحومه في غيبوبه، ركز دبوزه دبوزه زيت دوزه 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 ايسانس بقر مبرومه في غيبوبه، صح على اللي وصلوا ربي يرحم اللي ماتوا جرومه في غيبوبه، صدمه حكومه ها على المحتكرين حكومه مهمومه جرجيس والبقيه لو هما في غيبوبه، بلادي مسمومه في غيبوبه، بلادي مكسومه في غيبوبه. ريت يا ميرال هذا الكل صاير في البلاد ويحبوا الواحد يشكر ويعملهم الكل ذوكم المصفقين والمهللين والمدمرين ومع شو يس يا يقعد ساكت ما نجمش نقعد ساكت. شنو الحل؟ ما عنديش اجابه. كيفي كيف سي عبيد البريكي انا نحلل وهو يهلل من غير ما نبداو فاهمين شيء. اعطيونا البديل، البديل وقت تقولوا انقلاب تو الاخرين واضحين جبت خلاص وعوده للقديم، انتم تقولوا لا يمكن العوده للقديم. شنو الحل؟ ترى خلينا نقشوا احنا بالنسبه لينا دعوه لن نعود لن نعود الى الوراء لان الوراء فيه مشاكل وسنسير الى الامام
لكن ليس بمنطق سيرسية. باهي ما نرجعوش لقبل وما ناش راجعين اصلا لقبل، اما نرضاو بالوضع الحالي اللي هززنا للهاوية. باهي كلموه احكيو معاه فهموه، نقصوا من التبرير والتهليل بالك تصير الاستفاقة ونتجنبوا المهالك. وكان ما سمعكمش وفاق في قنطومة والبديل اكيد تو يكون موجود، وكان مش موجود عاد نغطيوها البلاد الكل باش ونكتبوا عليها بلاد اون بانسيش. لا نكتبوا عليها بلاد بلادي مسمومة، بلادي مكسومة، بلادي غيبوبة. Yes, sir.